تقول السائلة: متزوجة برجل ينتسب لأهل الصلاح ويشار له بالبنان في الفضل، ولكن الناس مخدوعين فيه، وقد رأت منه العجب العجاب، ويعاملها معاملة سيئة، ويعزل لأنه لا يريد أن ينجب ذرية، فما حكم البقاء مع هذا الرجل؟ هذه دعوة منها، ما ندري عن كلام الزوج، هذا كلام طرف واحد، ولا يحل المشكلة هذه إلا القاضي، ترفع قضية عند المحكمة ويحضره القاضي ويشوف الإشكال اللي بينكم. نعم.